اهلا بكم اعزائي المشاهدين وتغطيه خاصه، واعتقد اني ملامحي متغيره عن الصبح ومتغيره عن امبارح. بصراحه مصر كلها فرحانه النهارده. امبارح كنا بنتكلم عن قصه في بعض المسميات اللي بيسموها الطفل الباكي، شنو ده الباكي، ولكن النهارده مصر كلها بتفرح. من امبارح للنهارده في احداث كتيره تمت، وشفنا من الصبح يعني مجهود وشقة. وخلينا نتكلم عن كابوس. مرينا بكابوس صعب جدا، واحنا اقل ناس مرت بالكابوس ده. تخيل بقى اب وام سنه وزياده وابنهم بعيد عنهم. تخيل لما تشوف راجل في السن ده وهو بيبكي وبيتالم لمجرد انه عاوز يشوف ابنه. واحنا بنتكلم عن ام تعبانه وبتصرخ. وده على فكره اللي كان بيتفرج علينا، لحسن حد يقول لك بس مجرد بس مشاعر بسيطه، ولكن هي ام حقيقيه فضلت متمسكه بالايمان وبالصبر ان ابنها يرجع ليها. شفنا النهارده بقى الفرحه الكبيره، وشفنا شنودة لما خرج، واحنا من الساعه تقريبا 6 الصبح واحنا بنتابع الاخبار، ولسه يعني من شويه ربنا خلاص قال كلمته، وبقول صوت الحق رجع لاصحابه. النهارده بنحتفل برجوع شنودة، وبنحتفل كمان مع الأم أمال، وبنحتفل كمان مع الأب فاروق. وخليني بقى أقول بقى الأسامي الحقيقية بقى، أبو شنودة وأم شنودة. هذا المشوار الكبير اللي عمره تقريبا أكتر من 5 سنوات كان وراه تعب وشقة. أفكر حضراتكم سريعا بالقصة. قصة طفل رضيع وجدوه في حمام كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء تحديدا في مدينة النور، والأب الورع خد الطفل واداه للأم وللأب، وباقي الأحداث الصعبة أنا مش عايز أتكلم فيها. الأحداث اللي مرت بقى سواء كانت أحداث طويلة، أحداث فيها غم، ناس تخوض في الأعراض، ناس تسب، وكان الموضوع صعب جدا. لكن الأيام ما مرتش بسهولة. كل لحظة وكل يوم كان بيعد عليهم الأم كانت بتقول كنا بنموت. عايز كمان أتكلم عن مشهد النهاردة حصل في وزارة التضامن الاجتماعي، والأب عيني وإحنا بنتكلم معاه ما كانش موجود معانا. كل سؤال كنا بنسأله كأنه مش دريان بالدنيا، شعور ربنا ما يكتبوش على حد. ولكن إحنا هنتكلم عن اللحظات المفرحة، عودة الطفل شنودة. طفل شنودة بس مش ابن ماما أمال وعمو فاروق، ولكن هو ابن الكل مصري. في البداية اسمحوا لي إن أنا أشكر فخامة الرئيس اللي تدخل ويعني روح الأبوة الطاغية على الموضوع. كمان الشكر كمان موصول لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، كمان فتوى دار الإفتاء، كمان بتكلم عن دور رجال القضاء، القضاء الباسل، كمان بتكلم عن النيابة، بتكلم عن إجراءات كتيرة مرت بسرعة. زي ما كنا امبارح وإحنا بننهي الحلقة كنت بقول أتمنى أن الإجراءات تخلص بسرعة، بسرعة تغيير شهادة الميلاد. وبالفعل الإجراءات النهاردة خلصت بسرعة. مش عايز أتكلم كتير، ولكن عايز في البداية أرحب بضيوفي اللي شرفوني، وأنا متأسف أن أنا هرحب بأكبر ضيف، وضيفي الكبير جدا 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 اللي خلى المصريين كلهم في انتظاره النهارده. هرحب بالجميل شنوده. شنوده هو اكبر حد موجود معانا، بطل هذه القصه. شكرا. انا بتكلم عن ابطال جهده وصبره وتعامله مع القضيه بحرفيه، وفي وقت السب والقصف كانوا يصمتون. احنا النهارده معانا ابطال. يسعدني ويشرفني يكون موجود معايا في الاستوديو مستشار نجيب جبرائيل، محامي الطفل شنودة، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. برحب بيك معالي المستشار. كمان برحب بمعالي المستشار كرم غبريال، محامي بالنقد ومحامي الطفل شنودة. أهلا وسهلا بحضرتك. برحب كمان بضيف الغالي وصديقي الجميل الأستاذ نادر شكري الصحفي. أهلا بيك أستاذ نادر. أبطال القصة بقى، بتكلم عن الأبطال الحقيقيين، مش مجرد أب وأم، بتكلم عن ناس صبرت وتعبت والنهارده بتفرح ومصر كلها بتفرح. برحب بالاستاذ فاروق والد الطفل شنوده، وبرحب ايضا بمدام امال ام الطفل شنوده، وبرحب مره تانية بالجميل شنوده.
قبل ما نسمع القصة اسمحوا لي معلش أنا بعتذر ليكم وحضركم يعني قامات كبيرة يعني يعني الموضوع كان شيق جدا، ولكن اسمحوا لي هستأذنكم أن أبدأ أول كلامي مع الجميل شنودة. هو العريس العريس قل له كلم معايا يا عم. الحمد لله على السلامة. قل له الله يسلمك يا عم. شنودة أنا عاوز أسألك سؤال. قل له اتفضل. الفترة اللي كنت فيها بعيد عن بابا وماما كنت حاسس بإيه؟ كان معلش عشان تعبان بس شوية. احنا بس عايزين نقول للناس يعني التجربة كانت صعبة، وأي حد مر بالظروف اللي شافها شنودة يمكن النهاردة كان الكلام كان صعب شوية، وفكرة انه يشوف الناس وتبتدي يتعامل معاهم كان الموضوع كان صعب جدا. أم شنودة انت مش مجرد أم لشنودة بس، يا رب يخليك، انت مثال قوي نحتذي به لكل الأمهات القوية المصبرة اللي كان عندها إيمان وعندها صبر إن ابنها يرجع. يعني أنا مش عايز أفكرك باليوم اللي لقيتي فيه شنودة، بس طبعا ممكن يكون أحسن يوم في حياتك، لكن لو رجع بيك الزمن تاني كنت هتعمل إيه؟ الحمد لله نشكر ربنا. الحمد لله. أنا عايز أسمع منك. كنا في أعزام. الحمد لله الحمد لله نشكر ربنا اللي هو رجع لي بالسلام. نشكر ربنا، وربنا ما يحرمش طفل من أهله أبدا أبدا أبدا، وربنا يزرع المحبة في قلوب الناس كلها يا رب يا رب يا رب. طيب أنا عايز برضو أسألك عن الأيام الصعبة اللي عادت عليك. أنا كنت بتكلم عن أبو شنودة وبيقول لي إن الفترة كانت صعبة وفي نفسك تشوفي ابنك والموضوع ما مرش كده بسهولة. يعني أنا عارف ممكن الكلام يكون صعب عليكي. الحمد لله احنا كنا ميتين من غيره بصراحة، بس الحمد لله يعني دلوقتي ربنا الحمد لله نشكر ربنا على كده. الحمد لله. خلاص أنا مش هتكلم عن الكآبة، أنا هتكلم عن الفرح النهاردة. الحمد لله. أنا كنت موجود وقت حضرتك ما استلمتي شنودة، بتكلم عن اللحظة دي. احكي بقى لكل الناس عن فرحة أم ابنها رجع لحضنها. أنا بصراحة يعني أنا حاسة أن أنا اتولدت من جديد، وشنودة اتولد من جديد في حضني. الحمد لله نشكر ربنا على كده. الحمد لله. وطبعا نشكر كل الناس اللي وقفت جنبينا، ونشكر سعادة المستشار أحمد ماهر، والمستشار نجيب جبرائيل، والمستشار كرم غبريال، وبصراحة المستشار برضي أيمن كمال، وكل المحامين اللي ما عرفش أسميهم برضو حضروا، يعني أشكرهم كلهم. صحيح صحيح. وأشكر سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشكر سيادة السيدة انتصار السيسي، وكل اللي اتدخل في موضوع شنودة أشكره اللي هو وقف جنبي بصراحة ورجع لي ابني. يعني نشكرهم كلهم بصراحة، ونشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، ونشكر طبعا شيخ الأزهر وقداسة البابا أشكره بصراحة، وأشكر كل الناس اللي هي صلت إن شنودة يرجع لي. صحيح. الحمد لله الحمد لله نشكر ربنا. كنا بنتكلم عن الأيام وعن اللعب، وأنت كنت مع شنودة والصبح كنت تعبان جدا بصراحة. طبعا طبعا. وأنا كلمتك عن الذكريات الجميلة اللي خلاص بالفعل رجعت، هنرجع نلعب تاني ونشوف ابننا وهو طبعا بيكبر. وكنت بتكلمني عن المستقبل، وفوجئت وانت بتقول لي انا ابن الشنودة هيكون اعظم دكتور ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى دكتور كبير، يكبر اكبر جراح في مصر. يقول يا بابا انا الدكتور شنودة فاروق فوزي بوليس اكبر جراح في مصر. يقول يا بابا بص بعينينا لقيت واحد غلبان اعمل له العمليه وادي له العلاج وادي له فلوس. هو بيقول كده. كنت مودي النادي يلعب كرتون جبا وحضر النعم، ويا بابا اتفضل يا بابا، وبحبك يا بابا قد الدنيا دي كلها. كان كل حاجه ليا هو الدواء بتاعي. صحيح. هو ضحكتي فرحتي. انا متاكد ان الام اللي ربت مش الام اللي طبعا خلت. طبعا طبعا. وكنت بتكلم مع والده شنوده بتقول لي وهي بتحفظه الايات وهي بتربيه كل حاجه حافظها، وبتقول لي انا كنت بلبسه احسن لبس. احكي لي يا ام شنوده. هو بصراحه يعني شنوده كان يعني احسن حاجه عندنا شنوده الغالي طبعاً. العمر كله شنودة بصراحة. عمرنا كله شنودة. كان حافظ حروف عليها آيات، بيقول ألف أنا هو نور العالم. أيوة. به بارك يا نفس الرب، ته تكلم يا رب إن عبدك سامع، ثقق أنا غلبت العالم. وكان يقول من يأكل جسدي ويشرب دم يثبت فيا وأنا فيه. كان يقول أنا مسيح ومش هسيب المسيح. صحيح. الأيام صعبة والمواقف يعني كانت طبعاً. أصعب، ولكن نشكر ربنا إن إحنا النهاردة بنحتفل وشنودة موجود في وسطنا. معالي المستشار
أنهت النيابة العامة قضية الطفل شنودة وبتسليم الطفل إلى السيدة التي عثرت عليه كمؤتمن يعني. ولكن قرار النيابة جاء مؤقتا يعني. يعني إيه كلمة مؤقتا مع المستشار؟ شوف حضرتك، بس قبل ما تناول مؤقتا عاوز يعني أقول بعض النقاط المهمة. اتفضل مع المستشار. الحقيقة يعني الكثير استفاد في هذه القضية كوقائع، لكن أنا هتناولها من موضوع خالص. يعني الحقيقة القضية هي قضية غير عادية، قضية بالنظر ليست قضية قضائية فقط لغير أي قضية قضائية بين طرفين باع ومشتري، ضارب ومضروب إلى آخره، لكن هذه القضية كان لها ثلاثة أطراف: القضية أم شنودة ووزارة الضمان الاجتماعي أو الداخلية والشعب المصري، وأول قضية من نوعها يكون لها ثلاث أطراف. القضية أيضا هي قضية أحدثت فارق كبير في التشريعات المصرية. صحيح. بمعنى أني دايما لم نرى ولم نسمع أبدا أن أسرة بديلة مسيحية استلمت طفل على الإطلاق، لم يكن يطبق هذا على الإطلاق. أيضا أحدثت مفاهيم أخرى لما كان أني المعمول به والعرف السائد أن من ولد على أرض مسلمة يعتبر مسلم، وأيضا أن الطفل يولد على الفطرة الدينية. كانت هذه مفاهيم سائدة في المجتمع المصري وكله كان بيمشي على هذا المجتمع. صحيح. لكن الفكرة هنا عشان بس المشاهد يفهم، القضية دي مش مجرد تسليم طفل، لا، القضية حدثت تعديلات وهتحدث تعديلات تشريعية في المستقبل. ليه بقى؟ لأن دلوقتي لما أني كان أنا أولا لما خدت القضية الحقيقة خدتها من مفهومين، لما عملت التوكيل في شهر 9 يوم 11/9 أم شنودة وأبو شنودة، الحقيقة خدتها من مفهوم أني ناس مظلومة، دي نمرة واحد وده الأساس في شغلي. الأمر الثاني من خلال تحقيق مفهوم المواطنة، مفهوم وإرساء قيم المواطنة وعدم التمييز. صحيح. لما سألت في الأعراف الإسلامية والحاجات دي كلها وجدت أني اللي ماشي غلط. ساعدنا في هذا الأمر فضيلة الإمام، كان الحقيقة دع يعني الفتوى اللي صدرت كان فتوى كاشفة وفتوى حاسمة، وكما قيل لي من مشايخ الأزهر لما اتصلوا بي يوم 22 اللي فات 22 مارس وقالوا لي يا دكتور نجيب احنا حسمنا الموضوع، حسمنا الموضوع، يعني ما كان متداولا وما كان متشددا من آراء وما كان موجودا من غلاظة في الآراء حسمها فضيلة الإمام بالإسلام الوسطي والمذهب الحنفي إن إذا الطفل وجد في مكان ذمي يعتبر مسيحي. مظبوط. طيب نيجي بقى الحتة الجزئية اللي حضرتك سألت فيها، إن التسليم بصفة مؤقتة. الحقيقة يعني أنا كنت في النيابة واطلعت على هذا القرار وسألت تحديدا، هو المفروض إني طبقا للمادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الأسرة البديلة لابد قبل استلام الطفل البديل من توافر 7 شروط. أولهما إني أن يكون هناك مكان ملائم لسكن الطفل. صحيح. البند الثاني أن يكون هناك نشوة تشبيه، أي الأبوين خاليين من أي شبهات جنائية. البند الثالث أن يكون هناك تحليل فيروس سي وتحليل خالي المخدرات. البند الرابع أن يكون هناك تحليل نفسي، أو اللي بعد كده يعني تحليل نفسي لسلامة الطفل الأبوين في القوى العقلية. البند اللي بعد كده والمهم ياخدوا دورة 3 أيام بسموها دورة الأسرة البديلة. 3 أيام. فطبعا أنا كنت مبارح في مديرية التضامن الاجتماعي لما خدت القرار، ورحت لوزارة التضامن الاجتماعي الصبح مبارح، وبعدين ودوني منطقة التضامن الاجتماعي تابعة شمال القاهرة موجودة في شبرا، فكتب لي هذه الأمور كلها. وطبعا هذه الأمور عشان تتخذ على الأقل شهر عشان إجراءات سجل مدني وفش تشبيه والحاجات دي كلها وتحليلات والحاجات دي كلها. فطبعا فطنة النيابة العامة الحقيقة وذكاء النيابة العامة وإنسانية النيابة العامة صدر القرار إن يستلموا الطفل وبعد كده كملوا. معالي المستشار، عايز أرجع بس 15 يوم لورا، وكانت النتيجة يعني الفصل في هذه القضية بعدم الاختصاص ولا تعليق على القضاء تماما. بس هصح لك سؤال كده بيدور جوايا، هل كنت متخيل في وقت من الأوقات إن مصير القضية تختلف؟ يعني احنا دلوقتي الموضوع انتهى تماما. شوف حضرتك، اقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. انا كنت معتقد منذ البدايه، بس اديني فرصه اتكلم في الحته دي، يعني معتقد منذ البدايه وعلى يقين من البدايه ان النيابه العامه هتنهي القضيه. ليه بقى؟ النيابه العامه واختصاص اصيل بدات التحقيقات.
وبدأت فتحت هذه القضية. ثم في شهر 9 تقدمت بطلب المحامي العام النائب العام لفتح التحقيقات بعد أن أصدر الستار وأودع شهودة في دار الأورمان بسعادتك، وقلت طلبت من معالي النائب العام فتح التحقيق لأن لدي شهود بيقولوا أن الطفل في الكنيسة. صحيح بسعادتك. وأيضا استندت إلى يعني رأي معلن في الإعلام مع الدكتورة عزة مصطفى في صدى البلد بيقول ان الطفل وجد في مكان ذمي يعتبر مسيحي، وان الطفل لا يولد على الفطره الدينيه وانما على الفطره الانسانيه. بسعادتك فانا الحقيقه يعني كنت في طريقين، طريق النيابه العامه وانا ماشي فيه، وطريق القضاء لزملائنا كلنا اشتركنا فيه. صحيح. لكن الحقيقه يعني انا وهذا ما لم يعلن قبل ذلك واعلنه دلوقتي، في شهر 2 تحديدا يعني طلب مني وبمعاونه المستشار أمير رمزي وأنا بشكره على الهواء المستشار الفاضل أمير رمزي إن احنا نقدم لمعالي النائب العام طلب استلام الطفل إعمالا لقانون الأسرة البديلة. الأسرة البديلة وافق عليها الأزهر عشان تعرفوا، واللي بيشترط بس بيشترط حاجة معينة إن اتحاد الدين الطفل اللي هياخدوه يكون مسيحي زي الأسرة يكون مسيحية. مظبوط. الحقيقة عكفت أنا ومستشار أمير رمزي على كتابة مذكرة قانونية مستفيضة، وهو يعني ساعدنا بعض واتكلمنا مع بعض عبر الانترنت والحاجات دي كلها والواتساب، الى ان كتبت مذكره جميله جدا جدا وذهبت بها الى مكتب النائب العام في الرحاب تاسيسا على ان استلم الطفل طبقا لقانون الاسره البديله. صحيح. وبالفعل الحمد لله ظلت هذه المذكره قيد البحث في الرحاب في مكتب النائب العام. وانا بالمناسبه معالي المستشار الجليل النائب العام المستشار حماد الصاوي كل الشكر وكل تقدير لهذا الرجل، لصوت حضرتك، لهذا الرجل العظيم العظيم جدا الذي لا يعرف سوى الإنسانية وأيضا يعرف عمق القانون وأيضا كيف أن تؤخذ القرارات في مثل هذه المسائل. النيابة العامة ليست من جهة قضايا فقط لغير، وإنها لها قرارات إنسانية. وأشكر معالي المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني المهتم بهذه القضية أيضا الحقيقة، إلى أن الحقيقة إلى أن جاء يوم 22 مارس وصدرت فتوى الأزهر، وذهبت على التو تاني يوم وكانت معانا أم شنودة في العربية وقعدت في الرحاب بره شوية، وتقدمنا بفتوى الأزهر. فأصبح وطلب مني معالي النائب العام برضو أني الشهادة الصادرة من البطريركية من أنبا مارتيروس أني بتقول الطفل ولد في وجود في الكنيسة. فلهذه الأسباب كلها الحقيقة تم يعني طبعا بياخذوا القرار الجهه المختصه طبعا اللي هو محامي عام شمال القاهره باعتبار الاختصاص الجغرافي، وبعدين بيتم التعامل مع وزاره التضامن تعليمات طبعا ومن معالي النائب العام. طب معالي المستشار احنا نقف لحد دلوقتي طيب. قرار النائب العام وهرجع لحضرتك تاني بالنسبه للامور القانونيه. ام شنودة عايز اسالك سؤال. من جواكي كده كان عندك مجرد شك ان ممكن الموضوع ما يكملش؟ لا. طب عايز اقول لك الصبر والقوه اللي جواك دول جبتيهم ازاي؟ من ربنا طبعا والقديسين. وانا يعني حلمت بالعذراء مرتين بصراحه. حلم ما يعني شفتهاش حقيقي. خلاص هو راجع طبعا طبعا. يعني انا يعني ربنا يعني انا حاسه فعلا الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وربنا ما عندهوش مستحيل ابدا ابدا. ممكن اسالك سؤال ساذج شويه معلش بس تستحمليه؟ مصدقة ان ابنك قاعد جنبك؟ اه طبعا مصدقة. خلاص ربنا ربنا خلاص ربنا طمني. صح. يعني الحمد لله نشكر ربنا نشكر ربنا اللي هو رجع لي بالسلامة الحمد لله الحمد لله. معالي المستشار كرم غبريال نشكر ربنا. عارف حضرتك دلوقتي خلاص نشكر يعني ربنا نشكر ربنا الامور بدأت تمشي في النصاب الصحيح، وبتكلم عن الاجراء القانوني اللي هيتم. هل دلوقتي احنا ايه اللي هيتم بعد كده؟ هل في شهادة ميلاد لشنودة؟ وبرده عايز اطمن الناس خانة الديانة الموضوع مش هيفرق قد ما نكون ماشيين في كل مستند يكون سليم عشان خاطر ما نعالجش مشكلة بمشكلة أكبر. تعليقك مع المستشار. أنا تعليقي إن الإجراءات اللي هتتم إجراءات بسيطة جدا جدا بالنسبة للي حصل، بمعنى إحنا جالنا رسالتين. أنا بالنسبة لي أنا وفريق الدفاع الكبير جدا اللي كان بيتضامن مع الدكتور نجيب وبيحضر، إحنا جالنا رسالتين. جالنا الرسالة الأولى من ملك السلام قال لنا لا تفقدوا الرجاء. صحيح. مع احترام العظيم للدكتور الزميل الفاضل بذل مجهود كبير جدا، احنا كمصريين وكمسيحيين الدكتور نجيب اتصدم صدمة شديدة لما ظهر التقرير بتاع المفاوضين
وأعلن ده أمام العالم كله، وقال المشهد أسود، المشهد عبثي، تقرير مفاوضين صدر ضد الولد. في نفس اليوم مع الاتصال بسيادة المستشار كنا نتخبط بين اليأس والرجاء، فلما أعلننا أنا والدكتور المستشار أحمد عبد الماهر التضامن مع المستشار نجيب، وحضرنا معاه في الدعوة الأولانية جلسة واتنين، وعملنا سرا أنا والمستشار أحمد عبد الماهر سرا بدون إعلان وبدون ضجيج، عملنا القضية الأولى، القضية الثانية آسف، اللي كان أول جلساتها 18 فبراير. في 18 فبراير القاضي نفسه مع احترام العظيم للقاضي الأرضي ادانا رسالة رجاء وطمأنينة. كنا لما نقعد نترافع ومتضامنين مع سيادة المستشار، أكثر من 50 محامي مسلم ومسيحي، أتذكر منهم أخي وشقيقي العزيز الأستاذ أيمن كمال جريس، كان القاضي نفسه يعطينا رجاء ويعطينا أمل ويبص لأم شنودة. قلنا له مرارا وتكرارا مفيش شيخ في مصر أو في السعودية أو في أي مكان في العالم ابنه شيخ مسلم، طبعا زوجة مسلمة، يتولد طفل مسلم، يصوموا رمضان وهو عنده 4 سنين زي ما حصل بالتعذيب كان مع طفل شنودة، تعذيب. والدكتور عبد الماهر شرح الكلام ده كان مرة وشرحناه. فجت لنا رسالة من السماء لا تيأسوا، لأن احنا فعلا صحيح كنا بين اليأس والرجاء، بين اليأس والرجاء. الدكتور اللي رافع الدعوة الأصلية أصلا أصيب بحالة من اليأس، الطبيعة البشرية فهمت. طبيعي آه. وبعدين لما انضمينا ربنا بعت لنا سلام وبعت لنا رجاء. الجلسة اللي بعدها المحكمة تطلب الأزهر وتطلب الفتوى، وخدنا شهادة من الأب الأسقف جبار البأس سيدنا أنبا مارتيروس، كتب شهادة بالواقع الحقيقي تؤكد وتبصم وتختم على شهادة الشهود أن الولد حصل كذا. مش عايز أفسر بس عشان الطفل يعني، مش عايز أجرح مشاعر الطفل. صحيح الوضع اختلف، كنا طبعا بنتكلم زمان في غيابه، دلوقتي بنتكلم في حضوره. فقعدنا فترة طويلة نتخبط بين اليأس والرجاء، دي رسالة السماء. رسالة الأرض، جالي رسالة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا حابب أرد عليه برسالة، بقول له فخامة الرئيس سعادتك عملت أكبر مسجد في الشرق الأوسط وده شيء عظيم، عملت أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وده شيء عظيم، صحيح عملت طرق وكباري في مصر ما حصلتش من 30-40 سنة ده شيء عظيم، بتتكلم سعادتك على المواطنة وإن مصر أم الدنيا ده شيء عظيم، أما ما فعلته مع عليك والسيدة قرينتك والسيد وزير العدل والسيد رئيس والسيد معالي فخامة النائب العام والسيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال مصر أعظم من بناء المسجد وأعظم من بناء الكنيسة، إقرار دولة المواطنة، أنا كإنسان مصري مسيحي عايش على هذه الأرض وبتمتع بجنسيتي المصرية، أول يوم في عمري هذا أشعر بالحقيقة إن إحنا مش بنقول شعارات، صحيح مش بنقول كلام رنان فخامة الرئيس، سعادتك وعدت ووفيت ان دي بداية مصر الجديدة، هو قضية الطفل شنودة، مفيش اضطهاد للمسيحيين في مصر، دي البداية الحقيقية مش كلام، بناء النفوس اهم كثيرا من بناء النفوس وبناء العدل. الرئيس ارسى قاعدة خطيرة خطيرة، موظف صغير فاسد هيتعاقب، موظف اكبر اخطأ هيتعاقب، ايا كان درجة الموظف حتى ولو كان وزير اخطأ، لا في رئيس وزراء هيقول له انت اخطأ، في رئيس جمهورية على قمة الهرم الوظيفي في مصر يقول لا ستوب، الخطأ يتم تصحيحه وبالقانون، صحيح يتم ردع المخطئ وبالقانون. فالقرار اللي صدر انا شايف، انا بصفتي يعني طبعا محامي مصري وبصفتي اتشرف ان الاسرة كلها والعيلة من أكبر يعني شركات المقاولات في مصر، بشوف المباني فخامة الرئيس لما بيؤمر ببناء كوبري أو يؤمر ببناء محطة كهرباء أو يؤمر ببناء أي شيء عملاق يقولوا له المهندسين أو أي طريق مصر اسكندرية مصر مطروح 6 أشهر، فخامة الرئيس يقول شهر، أي مصنع أي مشروع يعني 8 أشهر، فخامة الرئيس يقول شهرين. الشغل اللي حصل على المستوى العالي جدا جدا من الإنسانية ومن الاحترافية ومن الأدمية في قضية شنودة، أنا شايف بعناية فخامة الرئيس في المشهد وفخامة النائب العام وفخامة رئيس الوزراء، الإجراءات اللي تمت بالتحليل والتحقيق مع الشخصية اللي مش هنذكرها، لكن أنا ببعت لها من هذا البرنامج ومن هذا المنبر
كل تحية وكل سلام بس خلاص. لأن دورها كان مفصلي دورها كان مفصلي ومحوري وهذا رد كافي يعني. الإجراءات تمت بسرعة الصاروخ وتمت بالقانون وبالتقنين. كنت أتمنى أخيرا بشكر سيادة المستشار أحمد عبده ماهر وكنت أتمنى يكون وسطينا. هو تنحى بكامل إرادته ومحتج على قرار التسليم بكيفية التسليم اللي حصلت. هو ليه مطلق الحرية بس أنا كنت أحب أن يكون معانا يعني. مع المستشار هرجع لحضرتك مرة تانية وهسألك يا أبو شنودة. أنت كنت بتتكلم معايا وقلت لي أنا بهتم بالأمور الصغيرة بتاعت شنودة بهتم بتعليمه. أنا مش عايز أسبق الأحداث ولكن أنا عندي ثقة عمياء عن الأب والأم اللي شفتهم فرحانين النهاردة وشفتهم قبل كده بالذكريات المؤلمة وهم بيبكوا. عايزك تكلمني عن المستقبل إن شاء الله اللي ربنا يديك الصحة ويقويك أنت وأم شنودة عشان نشوف هذا الشاب الجميل العظيم. إن شاء الله دكتور كبير هيبقى زي الدكتور مجدي يعقوب ان شاء الله. ان شاء الله. صح يا شنوده؟ كنت بتقول انا الدكتور شنوده فاروق فوزي بوليس اكبر جراح في مصر العالمي. تقول لي يا بابا لما اشوف حد غلبان ابص له بعينيا اعمل له العمليه لو عاوز عمليه واجيب له العلاج وادي له فلوس. حصل؟ علينا احنا مجانا كمان. ماشي؟ هو شو بس موضوع الالعاب عامل له مشكله دلوقتي صح؟ عشان انت موضوع الالعاب بس قعدت تبص عليهم وخلاص. صح يا شنوده؟ واشكر طبعا يعني هو ساعه ما هو كان معانا والحمد لله كانت اما تيجي امه تحميه يقول لها شكرا يا ماما انا تعبتك يا ماما يا حبيبي صدقني لما كانت تغسل يقول لها اغسل معاك اساعدك يا ماما انت تعبان. صح يا بابا؟ صح. وكنت لما اقول لك هات اشرب يا دكتور كنت اقول له حاضر يا بابا تروح تجيب تقول لي اتفضل يا بابا. ده بقى مهم عند كل الناس ده عمري كله عمري كله صدقني. يا رب. ونشكر ربنا نشكر ربنا والحمد لله واشكر سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي واشكر شيخ الازهر واشكر النائب العام واشكر حكومه مصر كلها واشكر الشعب كله واشكر المحاميين الدكتور كرم والدكتور نجيب وبرده الاستاذ احمد والاستاذ نادر. طبعا هرجع بقى للاستاذ نادر صديقي وزميلي العزيز استاذ نادر وبتكلم عن الجندي الذي كان يحمل السلاح وقت المعركه. واسمح لي بس ان نرجع من الاول وانا كنت متابع باقي نص ساعه ونسمع القرار باقي ساعه ونسمع القرار طب خلوها الساعه 5 ونسمع القرار طب الساعه 6 بتكلم عن ذكريات وبتكلم عن بعض الامور وسامحوني يا جماعه في اللي انا هقوله. في وقت من الأوقات في شخص طلع يقول كلام صعب وأنا مش عارف أقول المسمى يبقى إيه الكلام اللي كان بيتقال ما كانش يصدر من رجل لكي إن هو يعني يطلع من بق سيدة وأنا بصراحة كان حاجة معيبة. والأمور الشخصية ممكن الواحد يتهاون فيها ولكن لما حد يطلع يتكلم عن دور عبادة أو يتكلم عن الكنيسة أو يتكلم عن بعض الأمور اللي بتجري في خياله هو فقط ده يعتبر شيء معيب على الجميع. بتكلم عن قصة كبيرة وانت كنت بطل من ضمن أبطال وشفنا أحداث كتيرة تمت في الموضوع ده. كلمني عن شعورك يا أستاذ نادر. ربنا يخليك. يعني النهاردة الأول يا أستاذ نادر هو يوم مفرح بالنسبة لنا وحمل تقيل ربنا شاله عننا كلنا بوجود الطفل شنودة. والحقيقة إن الطفل شنودة هو سلسلة من سلسلة طويلة بتتكرر على مدار فترات طويلة. وشفنا نموذج ده حصل في 2011 زي طفل شنودة وكان للأسف يعني حصل ضرر كبير جدا لبعض الأفراد. صحيح. وبعدين من شهرين كان عندنا أيضا الطفل كرولس نفس الموضوع والآن الطفل شنودة. وده اللي بيخلينا نفكر يعني تكرار هذا الأمر إن احنا محتاجين نعالجه ونشوفه. طفل شنودة مرت بمراحل صعبة جدا ويمكن احنا شعرنا في حقيقي بإحباط بعد الحكم اللي حصل بتاع المحكمة. وبعدها حصل يعني رغم ان كان هناك حالة من الزخم في الرأي العام من حتى الجانب الرسمي والشعب وغيره فكان عندنا حالة تفاؤل ان هذا الأمر هيتم الانتهاء منه. لكن بعد الحكم قلنا ربما يكون هناك تطور جديد لكن شفنا التطور الصعب اللي صدر وحصل من حملة التشويهات حتى اللي وصلت انها طول كنيستنا المصرية العريقة اللي ليها مواقف ثابتة جدا في هذا الامر وكانت محاولة ان يتم تحويل المسار عن قضية الطفل شنودة الى مسار اخر. لكن يعني كل شيء بيعمل الخير زي ما بيقول. صحيح. وجي الامر اللي يكون حاسم في هذا الموضوع وانه يكون رد قاطع على كل الحملات او التشويه اللي حصل ضد اطراف مختلفة ويكون العدل وكلمة ربنا تكون واضحة جدا في إنهاء هذا الأمر بشكل قاطع. وده كان حقيقة نتيجة النجاح الحملة
الشعبية والإعلامية والرأي العام إنه هو يقف بشكل كامل يا أستاذ مايكل، ومن ضمنها طبعا إعلامنا وقناتنا قناة ميسات، وإنه كل القنوات اللي كانت شاركت معنا إنه تنجح في إنها توصل الصوت، وفي الآخر يتم إنهاء هذا الأمر بالشكل اللي احنا شفناه ده، الشكل من خلال النيابة أو النيابة العامة. لكن يفضل يا أستاذ مايكل احنا عايزين نقول إنه شنودة هو اللي غير مسار ومستقبل الأطفال في المستقبل. واحنا عندنا فرصة، عندنا فرصة، عندنا قوانين وعندنا تشريعات وعندنا قانون أحوال شخصية للمسيحيين لسه لم يعرض أو يتم عرضه على مجلس النواب. يمكن كان في عندنا قانون لإمادة التبني في هذا القانون تم حذفه في اللحظات الأخيرة، فخلينا نحاول نستغل الأمر وإن احنا نرجع هذا القانون ويتم طرح هذه الأمور سواء على مدار التشريعات المصرية أو على خاصة بالقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. أعتقد ده هتكون نقطة مهمة، وده اللي عايزين نقوله يا جماعة، احنا بنتكلم على قضية إنسانية مش قضية دين. صحيح. وخلينا نستغل ده، احنا عندنا أطفال كتير محتاجين وفي أسر كتير ربنا لم يعطيهم. فليه ربنا يعني ليه ما يكونش في فرصة وبشكل قانوني بدل ما حد يقع في خطأ قانوني ان احنا نديهم الأطفال دول وهيكونوا في مأمن. احنا عارفين كويس واحنا خدمنا في ملاجئ وعارفين كويس ان في تجاوزات كتير جدا بتحصل في دار الأيتام، فالأفضل ان يكون داخل أسرة. أكلمك بقى في سؤال شخصي، هو انت بتتعامل مع الموضوع ما كنتش بتتعامل ان انت صحفي، انت كنت بتتعامل ان انت اب ودايما كنت متاثر وانت بتتكلم عن حكايه ابنك. ما هو شنو ده ابن الناس كلها، وشفنا ده في المشاعر وشفنا ده مع الناس في الشارع وشفنا ده واحنا راكبين العربيه ومصر كلها بتقول ان شنو ده رجع. ايه الاحساس الغريب ده؟ يمكن احنا كلنا زي ام شنو ده كده من امبارح ما نمناش، يعني احنا صارين لحد الصبح، لكن احنا كل وقت كان حاله من يمكن هي عارفه كويس قوي، يعني كنت اتواصل معاها وكان ضغط عصبي وعامل فاروق لما يحصل اي تطورات واكلمها، طب الموضوع ده كذا، طب الموضوع ده مش عارف ايه، واحنا دايما حتى في حاله خوف، وحتى استاذ كرم والدكتور نجيب احنا قلقانين. لا عايزك، كان في حرب اعصاب كانت موجوده. فبكل تاكيد الاطفال حاجه لها طابع خاصه. صحيح. واحنا كلنا فعلا بنعتبرهم ان احنا يعني هم اولادنا، ودول يعني فئات يعني صعب ان هم تتكلم او صعب انها تشكي او تقول انا تعبان او عندي الم. فده جزء من اللي احنا بنحس بيه ان احنا نحاول نوصله للناس. الموضوع الاطفال بالتحديد عايز اقول لك انه هم جوه قلوبنا، واحنا بنحاول بكل الامكان خلال الحمله دي او الموضوع ده. فعلا انا بالنسبه لي كانت قضيه وحمل تقيل طبعا رهيب جدا خلال الفتره اللي بعد، كل شويه بقول يا رب، وكنا قاعدين طول الوقت في المحكمه وكل شويه منتظرين حوالي 4 أو 5 ساعات جوه القاعه بعد ما الجلسه اترفعت، واحنا وقاعدين حتى الناس اللي كانت موجوده في المحكمه يا استاذ مايكل الكل واقف، اللي رافع الصليب واللي ماسك الانجيل واللي بيصلي وقاعدين بجد. انا كنت برصد الافعال، حتى القاضي هو شغال وكله قاعد يقول يا رب، وكله بيرشف الصليب على المحكمه نفسها. فعايز اقول لك رد الفعل، الناس دي غريبه، ما تعرفش شنو ده. كان جاي من الاقصر، جاي من المنيا، جاي من محافظات مختلفه. هم جايين ما يعرفوش شنو ده، لكن جايين حاسين بشنو ده. هرجع تاني لحضرتك، والمره دي مش شهادتي انا بقى، المره دي بقى حضره صاحب النيافه الانبا مارتيروس الاسقف العام واللي كان شرق السكه، وانا كان نفسي يكون في مداخله، مش عارف زمايلي في الكنترول نعرف نعمل مداخله عشان خاطر الكلام يبقى مظبوط، ولكن سيدنا كان بيشيد بدورك انت وابو شنوده في تعليمكم لهذا الطفل الجميل. وارجع اقول تاني، الام والاب مش اللي بيخلف، اللي بيربي. كنتوا بتعملوا ايه وانتوا بتربوه؟ انا بتكلم طبعا عن 4 سنين، عشان اللي بيسمعنا فاكر ان الاب والام يعني الموضوع بيكون بسهوله، ولكن دي حياه، بتكلم عن 4 سنين. يعني كنا يعني لو تعب بنبقى احنا تعبانين يعني، طبعا لو فرح احنا فرحانين ومبسوطين. مؤاخذه انا كنت مودي نادي ومودي عندي دكتور ودكتوره، عامل له متابعه على طول، بس الحمد لله يعني صحته حلوه، بس انا احب كنت اطمن عليه. اطمن عليه، وهو كان يصحى الصبح كده يقول لي صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما، صباح الخير يا تيتا. صدقني لو مين نايم معايا في الشقه لازم انا الاول، صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما، صباح الخير يا تيتا، اقول له صباح الخير يا نوده، صباح الخير يا دكتور، هتشرب يا نوده؟ يقول لي حاضر يا بابا، اتفضل يا بابا. صح؟ وانا بحب هذا صاحب الدواي. مين صاحب فكره تسميه هذا الاسم؟ مين اللي اختار اسم شنوده؟ يعني انا كان نفسي برضو انا وامه يعني، وربنا يعني الموضوع مشترك يعني، ولا حد كان ليه راي غير التاني ولا ايه؟ هو حضرتك في
واحده حلمت حلم كانت جايه من القدس. طب احكي لنا بقى. قول لي انا حلمت لك ان ربنا عطاك. اجيب لك الشوكولاته دي؟ اجيب لك الشوكولاته؟ ربنا اذن وشنوده جاني معجزه من عند ربنا. ايوه قول له حاضر يا عم. خلاص يبقى اراده ربنا هو اللي بعته لي واسمي. وانتوا اتفقتوا انتوا الاثنين على الاسم؟ اه واللي عاوزه قول له عليه بابا عاوز كذا من عينيا الاثنين. يعني هو عطيه من عند ربنا بصراحه يعني. معالي المستشار هرجع لحضرتك تاني واول الغيث قطره واتكلمنا عن زي ما قال الاستاذ نادر الموضوع بيتغير. البدايه احنا عندنا مشكله واحده ونشكر ربنا اتحلت، ولكن احنا بنقول عايزين نظره لكي الموضوع ما يتكررش مره تاني. مش عايزين يكون في حد سواء شنوده او غير شنوده. برضو عايز اقول حاجه للناس كانت مهمه جدا في قصه شنوده بالتحديد. الموضوع ملوش علاقة تماما بقصة مسيحي ومسلم. طبعا أنا بتكلم عن مصلحة طفل، انتصار الإنسانية أيا كان دينه، ولكن أنا بتكلم عن معاناة طفل. أنا لو تخيلت إن ابني بعيد عن حضني أكتر من سنة أعتقد بل متأكد إن أنا ممكن يصيبني جنون. ابني فلذة كبدي يقعد بعيد عني لمدة سنة، ده موضوع صعب جدا. فأنا بقول النظرة التشريعية لكي لا يتقرر هذا كما استاذ مايكل وكما لو كنت تعلم ما اقوله. لا اتفضل معالي المستشار. سيدي بدات بالفعل في قضيه الطفل شنوده. الحمد لله اللجنه التشريعيه لجنه مجلس الشعب وكيل لجنه مجلس حقوق الانسان في مجلس النواب الدكتور ايمن ابو العلا بدا مناقشات بالفعل. شكرا. كان على اتصال بيا انا شخصيا وبدا في مناقشات بالفعل وضع سيدنا اللي جابها الشعب بيقول لي التعديل التشريعي خاصة إني قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المسيحيين يعني حاليا انتهى في مجلس الوزراء ورجع في مجلس الدولة ورايح في مجلس النواب أعتقد في شهر 4 اللي جاي ده. فأعتقد إن هيكون في فرصة لإحداث تعديل تشريعي بعد أعتقد مناقشات تمت بين اللجنة الدينية واشترك فيها كان لجنة منعقدين مع بعض اللجنة الدينية ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. وده خبر مهم جدا جدا مهم جدا جدا احدثه يعني موضوع طفل الشنوده. الخبر الثاني جاني على الواتساب منذ قليل وده الحقيقه انا بشكر وزاره الداخليه في هذا الامر ان انتهى المستشار صبري العشماوي مدير الشؤون القانونيه في المجلس القومي لحقوق الطفوله ان الامم والطفوله من تنفيذ قرار نيابه شمال القاهره بتغيير الاسم اسم الرباعي وايضا تغيير الديانه والحمد لله أبقي على اسم شنودة. وأيضا تم تغيير الديانة إلى الديانة المسيحية. لكن باقي اسمك لو كان الاسم فاروه رباعي أعتقد فاروه هيكون لكن الاسم الثاني والثالث والثالث عشان أعتقد مع المستشار الموضوع مش هيفرق كتير الأمر يعني. الحاجة المهمة عاوز أقولها يا أستاذ مايكل الحقيقة يعني بس لازم أقول الكلام ده لأن ده كلام ده مهم اللي هقوله دلوقتي. إن أنا بتوجه بالشكر لقداسة البابا فوادروس الثاني. الحقيقة هذا الرجل العظيم الحقيقة إن هو كان مشكلة شائكة وكان بيصلي ليلة ونهار من أجل انتهاء هذه المشكلة ومن أجل أن يكون تمر هذه المشكلة بأمان على مصر ولا يتدخل في القضاء على الإطلاق. صحيح. على الإطلاق وأنه كان يراقب المشكلة بصلاة من أجل إنهاء هذا الموضوع. أنا بقول كده الكلام ده بعض الأصوات الحقيقة يعني اللي مش حلوة اللي بدأت طب البابا موجود فين؟ طب بابا ما اتكلمش فين؟ يا جماعة قداسة البابا مش وظيفته القضاء وظيفة البابا هو رجل صلاة مظبوط يصلي من أجل مصر مش الكنيسة بس حتى في أوشيات يصلي من أجل الرئيس من أجل الجند من أجل العشب من أجل الزروع من أجل البلد من أجل النيل من أجل مصر. أنا ده صورتي أول ما شفت أنا في شنودة الصبح وده النهاردة. سؤالي لحضرتك مع المستشار حضرتك متخيل اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة ممكن يكون من ساعات هو حقيقي فعلا ده حقيقي ولا مجرد خيال؟ يعني احنا من كام ساعه كنا نترجع خلاص منتظرين على امل بصراحه. احنا في وقت من الاوقات قلنا ممكن ما يكونش النهارده التسليم ممكن يكون بكره او ممكن يكون ما فيش اصلا. وده المهم يا استاذ مايكل اقول لك حاجه. انا بشكر الدوله المصريه. طبعا هناك توجيهات من الدوله المصريه بان الطفل محروم بقاله سنه ونص من امه وابوه. فكما تم تغيير المسمى الاولاني في 24 ساعة واعتقد امبارح قلت ان المسمى الاولاني مش عاوزين نذكر اسمه يعني تم التغيير في 24 ساعة. صحيح. فيعني بنناشد الوزيرة ان يتم هذا ايضا تسليم الطفل
في مده قصيره ووجيزه ويتم تغييرها وقد تم بالفعل. وللامانه ما كناش متخيلين بهذه السرعه للامانه. اعتقد دي طبعا اجهزه صحيح. الدوله مش عاوز اقول لكن اجهزه نشكر عليها لان اجهزه الدوله تعلم ان هذه قضيه انسانيه. تماما احنا انتصرنا النهارده الانسانيه. لن ننتصر لدين على دين وانما انتصرت مصر الانسانيه بدليل ان اخواتنا المسلمين صايمين طول النهار النهارده وموجودين معانا لحد الساعه 3 والساعه 4 وموجودين لحد دلوقتي. صحيح. فالحقيقه يعني قضيه احنا وقضيه حقوقيه وقضيه يعني قضيه فيها كل المعاني الساميه. وانا بشكر الحقيقه استاذ مايكل العالم كله حتى اخواتنا الاقباط في امريكا وفي استراليا وفي المانيا كل الاقباط في مصر والمسلمين. انا كانت بتجي لي يوميا عشرات تليفونات الحقيقه وقفوا وقفه جامده وبيصلوا. في ناس ما اشتغلتش في القضايا قضيه ومحاكم ولا اوراق ولا حاجه لكن في ناس دخلت مخدعها تصلي ده اقوى من اي حاجه تانية. ربما هؤلاء الناس اللي دخلوا مخادعهم يصلوا من اجل شنودة انا اعتقد كانت طلبه يعني ربنا استجاب ليها. طيب علم المستشار بقى عايز اسال حضرتك اتفضل. قصة كده تقريبا عمرها سنة وبصراحة الأمور ما كانتش واضحة. أنا باخد بقى لسان حال الناس في الشارع. يعني الناس بتقابلك في الشارع خلاص بقى يا معالي المستشار بقى الدنيا مش ماشية يا متر خلاص بقى الأمور يعني متلعبكة خلاص يعني الطفل هيرجع أصل إحنا سمعنا حد قال من الناحية القانونية خلاص مش هيرجع يعني هو لو رجع هيزود ولا لو مشي هينقص. يعني هذا الكلام اللي مش ممكن في وقت من الاوقات حضرتك كنت تضعف مثلا او تشعر بالاحباط او فكره مثلا التراجع عن الدفاع عن هذه الاسره المكلومه. تعليقك مع المستشار. لا انا كنت خدت قرار انا واسرتي ان احنا هتنحى عن القضيه دي بصفه نهائيه يوم 22/3/2023 بسبب الازعاج والضجيج وكل من هب ودب بيحشر مناخيره بيفهم في القانون ما بيفهمش في القانون. لكن اللي رجعني عن هذا القرار الفيديو المسموم واللي مليان قنابل وبس فتنه طائفيه في البلد اللي هو اصدرته السيده فلانه. صحيح. قلت لا انا مش هرجع. لكن عمر ابدا ابدا ما قلت ابدا ان انا هرجع على القضيه دي ابدا. لسبب كل الساده المحامين في مصر في جميع محاكم مصر اسوان اسكندريه الاقصر بورسعيد اسماعيليه كل محكمه ادخلها مش حضرتك فلان اللي متولي الدفاع مع الاستاذ نجيب والاستاذ عبده ماهر في قضيه الشهداء احنا بنسمي دوركم احنا معاكم احنا معاكم. اركب تاكس نفس الكلام. عمال الاسانسير في المحاكم نفس الكلام. عمال النقابات في المحاكم نفس الكلام. اي ورقه اجيبها من النقابه العامه او شهاده او ما الى ذلك نفس الكلام. الطفل لازم يرجع. صحفيات ومنهم الاستاذه غاده عملت كذا لقاء اللي هي كانت بالصدفه موجوده معانا النهارده في العربيه. عملت كذا لقاء كانت زي ما مشدودة بتبكي هي بتبكي ليل ونهار. حصل ان في زميل انا اسف جدا مش فاكر اسمه حاليا اسف كان كتب خبر اسمه الاستاذ حاجه محروس كتب خبر عن طفل اسمه علي في دار تابعه لدار الايتام في الاورمان تقريبا في شرق القاهره. الطفل صحي لقى عينه الشمال مسروقه طفل اسمه علي. خدنا الخبر في قضيه شنوده اثناء المرافعه انا والدكتور عبد الماهر اديته نسخه واديت نسخه للاستاذ نجيب كنا بنقول للقاضي احنا عايزين ننقذ شنوده سرقوا عين علي. فالقاضي قاطعني كذا مره قال لي يا استاذ كرم وانت مالك ومال علي؟ قلت له اذا كان سرقوا عين علي مش هيسموا على شنوده. الدوله بالكامل هذا التصريح على مسؤوليه حضرتك على مسؤوليه الشخصيه ده حضرتك بنتكلم عن كارثه حضرتك بتقول يعني اخذوا عين طفل مستند انا مقدمه في المحكمه على مسؤوليتي امام الله مستند والاستاذ والجريده موجوده وفي محضر موجود. ده غير كده سرقوا عين علي الاستاذ الصحفي العظيم اللي راح يحقق وهو كان راح يحقق لأن الوزيرة أمرت بغلق دار الوزيرة الحالية أمرت بغلق دار فلما أصدرت الوزيرة غلق دار تبع يعني حرقوا الدار فلما حرقوا الدار اتهموا أربع أطفال. راح الصحفي الهمام أنا آسف يعني بس الشيطان ضيع اسمه من بالي هو اسمه حاجة محروس عمل لا ده تحقيق مقدمه وراح قدم طلب للنيابة واستخرج المستندات والمستندات معاه شاف علي عينه مش موجودة فسأله قال له انا صحيت لقيت عيني مش موجوده وقعدت اتالم وقعدت اصوت ودوني دار ودوني الدكتور. قال له الدار دي اللي عملوا فيك كده الدار اللي هم كانوا موجوده فيها. قال له لا ده دار تانية ونقلوني للدار دي. هو بيتكلم مع علي اللي صحي لقى عينه مسروقه عينه الشمال مسروقه لقى طفل تاني عينه بتنزف ايه يا ابني تعالى ايه اللي عمل في عينك كده.
قال له المشرف ضربني بالمفاتيح عمل كده في عيني. فكلم في ذاك الزمان الوزيره غاده والي، كلمها وقابلها في القاهره الجديده، قالت له هرد عليك بكره. ردت عليه قالت له يا استاذ فلان كلامك مظبوط واحنا حققنا، والمشرف اللي ضرب الولد بالمفاتيح عوره. فعايز اقول لك من القصتين دول احنا كنا مصممين على شنوده مش عشان مسيحي. احنا كنا مصممين على قضيه شنوده عشان طفل، عشان انسان. وانا والمستشار عبده ماهر طلبنا من الصحفي ان احنا نوصل لعلي وهنوصل، ونوصل للطفل اللي ضربوا عينه وهنوصل. فعايز اقول لحضرتك ملخص كلامي في المشهد، ان لما يتم تنفيذ الاسره البديله زي الطفل شنوده، الطفل هيستريح ويبقى في امان وعند اسره محترمه. مظبوط. الدوله هتستفيد، هتوفر مليارات، والمليارات دي اقل حاجه، اقل حاجه المليارات، لكن الدوله هتستفيد، يطلع انسان صالح في المجتمع، يطلع دكتور، يطلع مهندس، يطلع طيار، يطلع وكيل نيابه، يطلع قاضي. لان الحبسه مهما كانت الدار فيرست كلاس، مهما كانت الدار خمس نجوم، هو مقيد الحريه. صحيح. بياكل بحساب، بيشرب بحساب، بينام بحساب، بينام بمواعيد، غير لما يكون ام شبه الام الطبيعيه. لا هي ام طبيعيه يا فندم. بالظبط. هي بالزبط. ام طبيعيه. انا مش معترض بس اقصد يعني شبه الام الطبيعيه بالظبط، بل حنانها يتفوق على الام الطبيعيه، بدليل ان الام الطبيعيه حصل منها، بس مش عايز افسر عشان الولد. الام الطبيعيه تركت واهملت وتركت، حتى هذه اللحظه ما ظهرتش ومش هتظهر. لكن الام اللي ربت وسهرت وتعبت هي فعلا الام. والاب اللي تعب وشاله على كتافه، انا عايز اقول لحضرتك مشهد حضرتك شفتنا واحنا عمالين كلاكس كلاكس العروسه والعريس، واحنا جايين لما الولد تعب قبل ما نروح المستشفى واتزنق واتزنق عايز يدخل حمام، والده كان هيتجنن. والده كان هيتجنن عشان يدخله حمام، هيتجنن. ايوه. وانفعل عليا. أيوة. اقف يا استاذ كرم، اقف، عايزين حمام. طب نجيب حمام منين في الشارع؟ وقفنا في المكان اللي حضرتك شفته، وبعد ما دخل المكان برضه قعد يبكي ويصرخ ويبكي. الولد تعبان، الولد بيستفرغ، الولد استفرغ طبعا، غرق العربيه وغرق ملابسي. فوقفنا، وبدل ما كنا رايحين عند سياده المستشار غيرنا طريقنا 180 درجه ورحنا المستشفى. انا عايز اقول لكم احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم وشنوده مش قادر بقى خلاص الالعاب، وانا بصراحه عايز العب بالالعاب فكتر خير. ملتمس للعذر، انا ملتمس للعذر. مقيد الحريه في كلمه اخيره بس، كنت انا بقول انا والمستشار احنا الثلاثه يعني كنا بنقول للقاضي اثناء المرافعه، يا ريس اي مجرم محكوم عليه بالاعدام شنقد، اهله بيزوروه وهو بيسمحوا له اهله يزوروه، عايزين زياره للطفل شنوده. طلبنا طلب رسمي في المركز القومي لحقوق الطفل الاسره على كورنيش، الموظفين يا سلام خدوا الطلب، وده حقكم حقكم، والقران قال والانجيل قال والانسانيه قالت. خدوا مننا البطاقات وتليفوني والبطاقه وامضي وطلب عشان نشوفه وما شفناهوش. فكون ان احنا شنوده شايفينه كلنا كده كفريق دفاع وام واب الاستاذ نادر، انا عن نفسي انا حاسس اني بحلم. كان التعليق حاسس اني بحلم، كان التعليق تقريبا حضراتكم عندكم كورونا وممكن تعدوا الاولاد يعني. هرجع لحضرتك تاني. والحقيقه بص، والحقيقه انا رحت يوم عيد الطفوله، تديني قلمين عشان عيد الطفوله كان في شهر 12، كانت معانا ام شنوده وكان معانا الاستاذ فاروق، ورحنا الحقيقه الدارين، دار الامل في الهرم برضه، وقلنا نستغل الفرصه وجبنا شويه هدايا كده اهو، كانت معانا ام مدام امال يعني، وقعدنا مده كبيره نلعب مع الاولاد في هذا اليوم، ويعني اطمئنينا ان احنا هنروح دار الارمان وبعدين هنشوف شنوده ونقدم هدايا. ورحنا كمان قلنا ان احنا رايحين الدار دي دار الارمان مش عشان خاطر شنوده، مش خاطر اطفال مسلمين بس عادي. فالحقيقه ومعانا الهدايا، فبقى من الحوار مع مدام ابتهال مديره الدار استشفت ان احنا يعني عشان انا في الاعلام بطلع ومعروف منظمه حقوقيه، فتاكدت ان احنا جايين عشان خاطر ايه؟ شنوده. طلعت بره مفيش خمس دقايق قالت لي نقدمه طلب رسمي. قدمنا طلب رسمي والكلام ده ثابت عندي. طلب رسمي لمدير الاورمان اترفض. طلب رسمي للتضامن اترفض. بحجه ايه بقى؟ ان في كورونا بتصيب الاطفال، طب احنا لسه جايين من دار جنبكم تبع التضامن. وانا الحقيقه حتى في 7 يناير قدمت طلب كمان لمدير الاورمان اللي هو ممدوح شعبان وهو صديق على فكره. وبرده قال لي مش عندي تضامن. حتى 31/12 لما كانت معايا ام شنوده وجبنا الطفل للطب الشرعي، كنت انا ومشنوده وكان معانا صديق من المنظمه يعني،
وفوق الاكثر من 9 موظفين 10 موظفين عاملين حجاب على شنوده. كنا نقول شنوده هم اللي يقولوا يوسف، هم شنوده تقدم له صور بابا كرول الصور قديسين، يجيب له جيم وياخدوه من الاوضه دي الاوضه دي. شفنا مشكله كبيره جدا جدا في هذا اليوم يعني. صحيح. فانا عايز اقول الحمد لله طبعا الحمد لله. يعني ربنا تمجد الحمد صح. لله وشفنا الطفل وتحقق ما لم يكن احد يتوقعه، وانا بقول معجزه من عند ربنا ان شنوده بين ابوه. صحيح. من شنوده انا بقى عايز اسالك حاجه تاني. اول يوم طبعا اكيد انت فاكره، اول ما لقيت شنوده اول يوم خالص، بس اول يوم كان من 4 سنين ولا اول يوم هو النهارده بالنسبه لك؟ هو الاثنين واحد. الاثنين واحد يعني النهارده كمان اول يوم. يعني النهارده شنوده اتولد من جديد بجد يعني. واحنا اتولدنا من جديد بصراحه يعني. بقول لك الياس ورجع لنا الاول. بس انا عايز اسالك سؤال، احنا لما كنا بندور وكانت المشكله قائمه، انا كنت فاكر ان شنوده عنده ام واحده، ده طلع شنوده عنده مصر كلها ملايين. يعني ملايين. كل حد عاوز يجي يسلم عليكي ويبوسك، كل حد يجي يقول لي، كل اسره عاوزه تاخدنا اسبوعين. ابونا يقول لي ايه ده انت قدامك 5 سنين من ما تخلصي الاسر دي كلها. هو مش هتكفوا كمان 5 سنين بجد بجد يعني. الحمد لله احساس الناس يعني كلنا كنا فرحانين. طبعا انا شفت حتى النهارده منظر جميل وانا موجود في التضامن، وكانت يعني سيده في دار الاسره واعتقد الرعايه كمان، وست مسلمه جميله منتقبة او محجبه تقريبا وبكت، وانا يعني كنت بلمس الام اللي جواها وهي بتقول انا مش همشي. كان شغلها خلص، كانت ممكن تروح، وقالت انا مش همشي غير لما اشوف اللحظه اللي ابني بيرجع لامه. قد ايه فعلا الام عظيمه، وقد ايه يمكن احنا شفنا على مدار وقت، يمكن شفنا وقت صغير جدا الموضوع كان ماساه، ولكن احنا النهارده مبسوطين وفرحانين الحمد لله، وهنبقى فرحانين اكتر لما نشوف شنوده في حضنكم وبيلعب معاكم وهو بيكبر خطوه بخطوه. وعايز اطمنك احنا مش مجرد شو اعلامي ان احنا بنعرف قصه شنوده لمجرد النهارده ولا بكره ولا بعد اسبوع، لا احنا ان شاء الله معاكي لغايه ما يخش الجامعه ويتجوز لو ربنا ادانا العمر يعني. ربنا يديك العمر ربنا يبقى دكتور ويجعل القناه مفتوحه دايما بالخير يا رب يا رب. استاذ نادر بتكلم عن دور الاعلام. ولازم نقول في وقت من الاوقات يا اما نقول نشجب او ندين او نناشد او يعني نقول الموضوع جيد، وده هذا الاعلام القوي. وانا شفت انت على الفتره اللي فاتت كنت قايم بالدور وبزياده، وكمان انا عارف ان انت يعني ناشط ونشيط، يعني دايما بتهتم دايما بالملف القبطي، بتهتم بالقضايا بشكل عام، وبتهتم ايضا بالقضايا المصريه، فاسمح لي اقول الاستاذ نادر المصري القبطي. قول لي بقى دور الاعلام في حياتك. شكرا جدا. اولا احنا دور الاعلام عندنا في اشكاليه خاصه في يعني معالجه قضايا المواطنه، يعني مش كل القضايا الخاصه بالمواطنه بنلاقي الاعلام بيركز عليها او بيهتم بيها، وده يعتبره القصور، لان قضايا المواطنه او قضايا الاباط هي جزء من القضايا المصريه وجزء من قضايا الوطن. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها هي فكره انه الاعلام اوقات بيكون سلبي واوقات بيكون ايجابي، انه الفتره الاخيره تم استخدامه بشكل انه يكون استخدام الترند مش استخدام القضايا الانسانيه او القضايا الحقيقيه اللي بيركز عليها. وده اللي احنا عايزينه حتى نقول يا استاذ مايكل في رساله على السوشيال ميديا، ان مش كل حاجه تنشر على السوشيال ميديا ان احنا ممكن نصدقها او نشارك فيها. يعني زي الفيديو اللي اتنشر وكلنا الناس كتير جدا شاركت انها يعني تنيل من سمعه انسانه بريئه، وطبعا انا بحييها وبقدم لها كل التحيه ولاسرتها والمحاميه الاستاذ مايكل لوقا، لانها كانت يعني جزء اساسي في حل هذه القضيه. لكن كتير قوي شارك في نشر امور من غير ما يكون عنده دقه، وده اشكاليه ان احنا بناخد الحاجه من غير ما يكون بننتقيها او نتاكد من صحتها، وبنساهم في نقل هذه الامور، وده اللي بيقع فيه بعض وسائل الاعلام حتى للاسف اللي بنسميها الاعلام التقليدي، سواء بعض المواقع او الصحف، في انها بتتناول امور بدون ما يكون عندها اي دقه او معالجه صحيحه او التحري في هذه الامر. فالنقطه الثانيه اللي انا شايف انها غابت عننا، يمكن حضرتك يعني لفت نظرنا النهارده ليها، هو حتى ما شفناش عدد من القنوات المصريه اللي احنا نقول عليها القنوات الخاصه بتاعتنا. وبسبب هذه الجمله دي انا اتشتمت، يعني انا اتشتمت جوه وزاره التضامن وانا ما كانش ليا ذنب، وهعيد نفس الجمله بنفس الاسلوب. انت قلت واقع يا فندم، انا كنت بتكلم عن القنوات المحليه المصريه. طبعا بتكلم ان في بعض القنوات الاجنبيه اللي كانت موجوده النهارده، وفي قنوات اساسيه وقنوات رسميه ما كانتش موجوده،
فحد كان بيقول لي انا ما كنتش بتكلم على منصات او مواقع بتخص الانترنت تماما. طبعا الناس دي بتعمل مجهود وناس ناس محترمه وكلهم زملاء، فالناس زعلوا مني. فانا لو كنت انا غلطان يعني، مثلا لو انا كنت مثلا ما شفتش بعض القنوات المحليه او المصريه، حد يا جماعه يقول لي. ولكن لما الاقي مثلا قناه اجنبيه يعني جايه من 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 مسافه بعيده، عايزين نشوف كل القنوات في كل القضايا. متواصلوا معايا امبارح، متواصلوا معايا يعني مثلا قناه صدى البلد القاهره والناس وقناه المحور، تواصلوا معايا. هم الحقيقه عشان اقول اكون امين في كلامي يعني، هم اعتذروا قالوا احنا في شهر رمضان ما بنطلعش توك شو. صحيح. كلمت احمد موسى امبارح قال لي احنا مشتاقين كمان يعني ان احنا نتناول هذا الموضوع، لكن الحقيقه ما بنطلعش توك شو في رمضان. فقالوا احنا بمجرد ما ينتهي شهر رمضان، وقالوا كده، وبعد العيد يعني هنحيي هذه القضيه ونسجلها كحدث وطني شريف، وايضا عمل من اعمال القضاء الناجز المحترم. هم ده اللي وصلني امبارح الحقيقه. من معالي المستشار، انا لو ما ردتش يعني دلوقتي الناس اللي بتتفرج علينا هيقول ان انت قاعد ساكت. يا فندم بعد العيد ما بيفرقوش كحك. احنا عندنا اخبار، الموضوع خلص يعني. يعني طبعا كل الاحترام والتقدير، الناس عندها صيام طبعا، ما فيش اي مشكله. انا سمعت الكلام ده، ولكن يا فندم بلا شك في مواقع اخباريه يعني، مواقع النشره. لا لا لا، مواقع نشرة طبعا. انا بايدها سوريا من نجيب بي، انا بايد الاستاذ مايكل، لان بصراحه كل القنوات اللي الاستاذ مايكل يقصدها واللي جت في باله او اللي ما يقصدهاش طول النهار وليل ونهار بيزعجونا باخبار تافهه جدا جدا، اخبار عديمه الاهميه. الخبر ده انا مش بتكلم عشان انا محامي اسره الطفل شنوده، ولا بتكلم علشان الطفل شنوده. خبر القضيه دي وكل تداعيات وملابسات القضيه دي من فجر ولاده هذه القضيه حتى تسليم الطفل شنوده، الاعلان عن هذه القضيه يخدم الوطن خدمه شديده جدا جدا، يعرف المواطن والوطن ان في قضاء شريف، ان في رئيس جمهوريه يسهر ولا ينام ليرتاح رعيته وشعبه. الناس لازم تعرف، يخطئ موظف صغير، يخطئ وزير، في رئيس جمهوريه هيقول له ستوب، في رئيس جمهوريه هيرده. النشر كان يخدم الوطن، يخدم الوطن فعلا. عشان نرد برضو ايه الناس وهم غايبين، لا مش هنتكلم في، لازم نرد برضو الناس وهم غايبين. عمرو اديب تناول هذه القضيه وانا كنت معاه. صحيح. خير رمضان تناول في القاهره والناس وانا كنت معاه. صحيح. يعني في قنوات كتيره جدا تناولوا هذه القضيه وانا كنت معاهم. لا مستر نجيب معلش، خير رمضان معلش، انا سؤال بس، خير رمضان مع احترام خير رمضان معالي المستشار، هسأل حضرتك سؤال. هاجمها، قال لها الصليب موجود. خير رمضان الصليب، لا ده قال لها المكالمه لما فاتوا الأزهر. لا يا ريس، قال ان انا بضم صوتك. معلش مستر، لو سمحت لو سمحت. اتفضل اتفضل. لو سمحت، لا رد في غيبته. خير رمضان الراجل، وانا كنت جاي من رحله وفي العربيه، لما فاتوا الأزهر طلع قال انا بضم صوتي، وكان معانا الدكتور ايمن ابو العيله وكيل لجنه حقوق الانسان في مجلس الشعب، قال انا بضم صوتي لصوتك في دي قضيه انسانيه. ليه الولد اتحط في ملجا؟ انا بختلف مع حضرتك، هو قال له مشنوده. لا انا بختلف مع حضرتك، قال له مشنوده ازاي تسجل المكالمه؟ يا فندم كل احترام وتقدير، الموضوع ده كلام، الموضوع مش شخصي مع المستشار، ولكن هو سؤال على المستشار. هو الموضوع مش شخصي، ولكن هسال سؤال. على فكره خدنا كده بس يا استاذ مايك، احنا هنتكلم على بشكل عام يا معالي المستشار. انا هسال سؤال للجميع. احنا على مدار 365 يوم، على مدار سنه، كان الشغل الشاغل للاعلام فلان اتطلق وفلان رجع. بالظبط. بس خدنا ترند في قصه ان فلان رجع وفلان اتطلق. انا مش بدافع عن حد، انا بقول واقع اتحكالي، مش بقول انا مش بدافع عنه. طبعا في مواقع اخباريه في النهار طول النهار، وبعد زي ما مثلا موقع اخبار اليوم جاب القرار بتاع النائب العام امبارح، المحامي العام الاول نشر على النت. انا بقول طبعا في يعني قضيه الطفل الشنوده لا تقل اهميه. صحيح. عن قضايا كتير تثار وقليل الاهميه من قضيه الطفل الشنوده. انا معاك تماما، بس انا بقول الامانه، انا بحكي الامانه ما قيل لي امس. انا كنت هو يعني انا من رئيس المكل ان دايما بالاعلام بينظر الى هذه القضايا انها قضايا حساسه، وده للاسف بيأثر في، مش سيبك من موضوع قضيه الطفل الشنوده، لكن في قضايا كتير جدا دايما حتى لازم ياخدوا اذن عشان يتكلموا او ما يتكلموش. هي في النهايه قضايا مصريه. صحيح. يعني ده اللي عايزين نقوله، احنا طالما بنبدي جمهوريه جديده بنتكلم على بشكل عام، احنا مش عايزين نحط دايما رؤوسنا في الرمال. احنا بنقول عشان نعالج وعلشان يبقى عندنا مستقبل افضل واوضاع ووضع افضل. وانا بضم صوتي ليك، لان سبب واحد، المجلس الوطني للاعلام الاستاذ كرم جبر الحقيقه لازم يدي توجيهات
في مثل هذه القضايا الوطنيه هي حساسه في ايه؟ لا ناخذ الامر غياب الاعلامي يا استاذ مايكل بيدي فرصه للسوشيال ميديا لنشر الشائعات جدا، وده اللي عايزين نقوله. احنا مش عايزين السوشيال ميديا هي اللي تسيطر على الاعلام. قانون الوطني المجلس، قانون المجلس الاعلى للاعلام، المفروض ان هي حتى السوشيال ميديا اللي بتنشر اخبار كاذبه المفروض يضبطها، المفروض يؤدي بلاغات في مباحث الانترنت، يعني زي الواقعه اللي البنت اللي قالت ودعت ودعت ودعت، لم يتحرك المجلس الوطني للاعلام وفي امور كثيره لم يتحرك. فانا برضو بقول للاستاذ كرم جبر، وانا بعت له على فكره، على فكره انا بعت له في كذا مره اللي بعت لي، وبعت له الفيديوهات مسجله، يعني هو مثلا مبروك عطيه لما طلع وانا عملت عليه قضيه وخدت عليه حكم قبل كده، قبل ما اعمل حكم بعت له الفيديو، اللي بعت لي الفيديو، بعت له الفيديو الاستاذ كرم جبر، وبعت له كل حاجه، وقلت له على الاقل انت وظيفك طبقا للماده 80 من قانون 2018 اللي منظم للمجلس الاعلى للوطن الاعلام، عليك ان تضبط هذه على هذه المواقع، وان تبلغ مباحث الانترنت باعتبارها جرائم. لكن للاسف الشديد ما عملش حاجه. انا فندم كنت بقول، انا كان نفسي بس اقول ايه، النهارده تقدم لينا هديه طبعاً. من الاب فخامه الرئيس نفرح. وهو بيقدم لنا هديه، وكل اجهزه الدوله كانت بتكلل هذا العمل بنجاح. كان نفسي بس يكون في برواز من قنواتنا المصريه مهم. والمصريين بيفرحوا. انا مش بتكلم عن الطفل شنوده، انا بتكلم عن قضيه بتهم كل بيت مصري. احنا استاذ مايكل، انا عايز اقول حاجه، ان فخامه الرئيس في كل موقع وفي كل حدث وفي كل اجتماع، الحقيقه هذا الرجل العظيم يؤكد دوما مفهوم المواطنه. يعني لما الراجل يقول اني لما تتبني كنيسه فين يا كامل الفريق كامل، صحيح فين المسجد، طب فين الكنيسه، لما يجي كاول رئيس مصر يزور الكاتدرائيه ويضع حجر ويفتتح اكبر كاتدرائيه في العاصمه الجديده بجانب طبعا اكبر مسجد في العاصمه الجديده، لما يجي يصدر في عهده قانون بناء الكنائس، واللي كنا حاليا دلوقتي اخر رقم 4800، انا بقول لك ارقام اهو، 4898 كنيسه تم توفيق اوضاعها. احنا قعدنا في 40 سنه ما كملناش 2000 قضيه 300 كنيسه، واخد بال حضرتك؟ لما يجي هو لاول مره تعيينات بنشوفها في النيابه، معلش انا بتكلم بكل صراحه، تعيينات في النيابه العامه واشوف مسيحيين، لما اشوف لاول مره وهالكلام ده قلت لوزير الداخليه، لما اشوف ضباط مباحث مسيحيين لاول مره في اقسام الشرطه، لم نرى فيما قبل عهد الرئيس السيسي ضابط مسيحي في عهد في الاوقات السابقه، كنا ضباط عاديين، لكن دلوقتي في ضباط مباحث في 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 معظم اقسام الشرطه، في بناء كنائس، في نيابه عامه، تعيينات طبعا بالكفاءه طبعا. واعتقد ان الامور لما اشوف مسار عائله مقدسه، هقول لك خبر بقى مهم جدا بقى، خبر تنفرد بيه بقى. السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، اللي كان مدير مكتب السيد الرئيس المتحدث الرسمي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو الماضي، راجل في باريس اهو، وانا رايح يوم 22 نشكره، عاملين مؤتمر في باريس، مؤتمر ليه لشكره العائله المقدسه، قد قدم تقريرا كاملا وادرج العائله المقدسه في اليونيسكو، في اليونسكو. وده كان حدث ما كانش موجود خالص، وادرجت العائله المقدسه في اليونسكو، واصبح اثر عالمي في اليونسكو. واحنا رايحين يوم 22 حاضرين في مؤتمر على العلم المقدسة في باريس ان شاء الله في سبتمبر اللي جاي، وطبعا هنشكر ونعمل حفله للسفير علاء يوسف المحترم. والحقيقه ولم يعلن، عشان تعرف لم يعلن، ولكن صديقي الاستاذ جون ماهر هناك شاف الكلام ده وشاف التقرير بتاع اليونسكو. فمصر حلوه جميله جميله. معلم مستشار، احنا دلوقتي عارف الحاله اللي احنا فيها دلوقتي، هذا الاختلاف الصحي كل طبعاً. ده احنا بنختلف حب هذا البلد، تمام، بس كلنا بعد إذنك بنتنافس يعني على حب بلدنا الغاليه مصر. بالظبط، بس بعد اذنك انا عايز اوصل فكرتي، والاستاذ اللي جبنا سيرته يعني مش عايز اكرر اسمه تاني، هو ليه حق الرد. مع احترامي للاعلامي اللي هي طلعت معاه، هي بتكلمه بصفه ام مجروحه وقلبها مجروح على ابنها، وهو ليه حق الرد. انا مستعد يدخل على الهواء ويرد عليا في اي وقت، او يرد عليا في البرنامج بتاعه، هو حر. هو ما كانش متعاطف معاه، ولا كان مدخلها في المكالمه بهدف القضيه بتاعت ابدا، ده كان بيهاجمها، بيقول لها بمنتهى السخريه، طب انت شفت الصليب موجود ولا مش موجود؟ هي ما تمكنتش اصلا تشوف الولد ولا تبوس ولا تحضنه. لما بتقول له ده صوموا رمضان وده تعذيب، والاستاذ كرم قال في المحكمه، والاستاذ عبده ماهر قال ده تعذيب، ازاي نصوم طفل 4 سنين؟ قال لها معاكي ما يثبت، كانه محقق نيابه. أيوة. قالت له معايا مكالمه، طب ممكن نسمعها
بعد ما سمع المكالمة بدل ما يقول عيب زي ما احنا قلنا في المحكمة عيب طفل ده تعذيب أدبي وتعذيب بدني، بدل ما يقول عيب ويوجه رسالة للمخطئ يقول لها إيه هو التسجيل ده يا أم شنودة كان بإذن نيابة؟ يا سلام، أنت بتتكلم على المكالمة بإذن نيابة من عدمه، وهو ليه أنا راجل عندي شجاعة أدبية، هو ليه كامل الحق إنه يرد عليا في برنامجه أو يرد عليا هنا؟ أنت وكيل نيابة عشان تقولي إن التسجيل أو مش التسجيل بإذن نيابة؟ طب هي صومت الطفل بإذن نيابة؟ أكبر شيخ في مصر، والكلام ده قلناه في المحكمة وعلى مسؤوليتي، أكبر شيخ في جمهورية مصر العربية، أكبر شيخ في السعودية، ما يقدرش يصوم ابنه صيام رمضان وهو عنده 4 سنين. فالإعلامي الكبير له مني كل احترام وتقدير، هو ما كانش عايز يساعدها، بتقول له بستغيث بسيادة الرئيس، قال لها سيادة الرئيس طالما في قضاء إيده مغلولة، أمال أنت مطلعها ليه؟ واحدة عايزة تستغيث بالرئيس مش مديها فرصة، واحدة بتقول لك الولد اتعذب معاكي دليل، طلعت لك الدليل المكالمة، بدل ما تقول عيب صومته الولد وده تعذيب بدني وإكراه بدني، تصومه طفل عنده 4 سنين، لو أبوه مسلم وأمه مسلمة ما يصومش عنده 4 سنين، بدل ما يتعاطف معاها مطلعها عشان يهاجمها. دي الفكرة اللي أنا عايز أقولها مع احترامي لسيادة المستشار، هو يشكر كما يشكر هو حر، ده رأيي، ده رأيي، ده رأيي، ده رأيي، بنخرج دايما بشخصيات، احنا عايزين بس من نفرح نفرح بشنودة، اه طبعا احنا نفرح، احنا مش عايزين بس الحزن يسرقنا، لا مفيش حزن، لا 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 بالعكس، طبعا انت سمعت شنودة بيقول ايه من شوية؟ افرح بقوة، لا انت سمعت شنودة كان بيقول ايه من شوية؟ طبعا بيقول لي يا عمو انا عاوز اروح اه تمام طبعا طبعا وعايز مش عايز يروح عايز يلعب باللعب عايز يلعب معايا يا استاذ مايك اللعب دي كلها هتلعب معايا لا كلها انا هتكلم اهو هتكلم انا مايك الصبح شنوده واحتضننا شنوده كنت معانا الصبح الفرحه لا توصف صحيح لا توصف صحيح فرحه وبنحيي طبعا ام شنوده وشنوده حقيقي بجد لصبرهم اهم حاجه تاخدوا له بطيخ وانتم مروحين عشان شاور على البطيخ بامانه شاور على البطيخ انا عايز بطيخ مصر كلها بتفرح في عوده الطفل شنوده النهارده شفنا الاحداث من الصبح بدري من الساعة 6 الصبح ونشاط وحركة وتليفونات ويعني كلاكسات في الشارع أيوة. كلاكسات الناس بتفرح معاه وعدى الكابوس مسلمين ومسيحيين طبعا عدى الكابوس هو كان فرح طبعا طبعا فرح أنا بس يعني هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه أمين كل واحد من حضراتكم معاه دقيقتين يتكلم براحته يعبر عن القصة يشكر من يشكر يزعل يقول اي حاجه ولكن دقيقتين اتفضل يا استاذ معالي المستشار اتفضل انا الحقيقه برضو بقول ان هذه القضيه خدمت ناس كتير بالاضافه الى احتمال تعديل تشريعي انا عايز قلت ان من امبارح والنهارده وصلتني عده تليفونات كتيره جدا يمكن حوالي 10 تليفونات في قضايا مماثله مش قضايا لا يعني قضايا مش قضايا في المحاكم ان هم عاوزين يطبقوا هذا القانون الطفل البديل فالحقيقه دي برضو نشكر شنوده اني فتح المجال لامهات كثيرين واباء كثيرين عايزين يعملوا من هذا الوضع وانا الحقيقه يعني هستقبل الاسبوع ده يمكن حوالي 4 أو 5 حالات عشان يعني نمشي في اجراءات الاسر البديله وايضا بؤكد ان في مصر قضاء وقضاه وان في مصر رجل ساهر على كل المصريين دون تمييز احسنت يا معالي المستشار احسنت أنا بشكر رب المجد يسوع المسيح هو يده العليا هي اللي حركت الكون كله بشكر قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس وبشكر سيدنا أنبا مرتيروس الشجاع صحيح الأسد الشجاع الذي أصدر الشهادة بمنتهى النبل والشجاعة بشكر كل أب راهب باسمه رفع الذبيحة المقدسة باسم شنودة كل أب راهب وكل أب كاهن في كل أدورة مصر في كل المسكونة بشكر كل الشعب بشكر كل السيدات اللي كانوا ليل ونهار شبعونا بكاء وانواع هنحط خط تحت كلمة السيدات طبعا شبعونا بكاء وانواع في المحكمة النهاردة تفرحوا بكرر شكري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة قرنته للسيد النائب العام للسيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة وعلى رأسهم الأول والآخر السيد وزير العدل وبشكر حضراتكم طبعا وبشكر كل محامين مصر اللي انضموا معانا مسلمين ومسيحيين اي حد يلتمس العذر عشان العدد وبشكر الدكتور عبده ماهر وبشكر الاستاذ ايمن والاستاذ الكبير جدا النقيب الاستاذ نبيل النقيب والاستاذه فاطمه نعوت وكل المحامين المسلمين وكل الشعب المسلمين اللي انضموا لنا في المحكمه على المستوى الرسمي واللي انضموا لنا في الشارع وعلى ارض الشارع على المستوى الشعبي بشكر الكل
شكر خاص لحضرتك ولسيدنا الانبا أربية وجميع العاملين في القناه. اشكرك يا فندم. زميلي وصديقي الاستاذ نادر اتفضل. ربنا يخليك، بشكرك جدا يا استاذ مايكل، واكيد طبعا احنا بنشكر كل الحب اللي كان موجود من كل الناس حتى اللي ملهاش اي مصلحه في تضامن مع الطفل شنوده والمشاركه في الحمله اللي اتعملت حتى عودته. وفي النهايه دايما يا استاذ مايكل احنا دايما بننظر كل القضايا اللي احنا بنقدمها وفي اي مكان انها قضايا مصريه، هدفها الاساسي والاول ان احنا نسعى دايما للافضل لوطننا. وفي النهايه احنا يعني عندنا مهمه عايزين نكملها، هي موضوع الخاص بالطفوله والاطفال والقوانين والتشريعات اللي احنا عايزين ان الامر ده ما يتكررش مره ثانيه. وفي النهايه انا بقول شكرا لمشنودة وبشنودة، يعني تعبتوا وعانيتوا لكن ربنا فرحكم وفرحنا احنا كمان. أمين. معاكم. أمين. ابو شنودة بصراحه انا ضحكت عليهم قلت لهم هم دقيقتين بس انتوا براحتكم عادي عادي ما حدش واخد باله، احنا التزمنا. ايوه قول كل اللي جواك طبعا، اي حاجه عايز تقولها. ام العريس وابو العريس يا عم، حب مصر كلها بتسمعك. انا العالم كله مبسوط مبسوط والحمد لله، ونشكر ربنا ونشكر ربنا ونشكر الشعب كله اللي وقف مع شنودة، واشكر الرئيس واشكر يعني البابا توادرس والانبا مرتينس والحمد لله نشكر ربنا. الحمد لله الحمد لله. قولي كل اللي جواك. بصراحه انا عاجزه عن الشكر لحضراتكم ولكل الناس بصراحه، يعني كل الناس اللي وقفت جنبي دول اشكرهم كلهم بصراحه، والحمد لله نشكر ربنا لان ربنا بيتمجد كتير في اولادك. هيبات في حضنك النهارده. الحمد لله نشكر ربنا ونشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشكر السيده انتصار طبعا السيسي، ونشكر طبعا القضاء كله المصري وكل القضاء وكل الناس اللي اتدخلت في اي مسؤول واي اذاعه واي قناه اتدخلت نشكرهم كلهم، ونشكر طبعا المحامين الاستاذ كرم غبريال والاستاذ نجيب جبرائيل والاستاذ احمد ماهر برضو نشكره، والاستاذ ايمن كمال وكل المحامين اللي اتدخلوا واللي معرفش اساميهم برضو، وفي ناس اتدخلت نشكرهم كلهم، ونشكر الناس كلها والحمد لله على كده، ونشكر ربنا الحمد لله، ونشكر البابا طبعا. يا شنودة عشان تمشي بقى عشان هاخد الالعاب منك. ايوه ايه الالعاب الحلوه دي؟ طب ممكن تقول لكل الناس اللي شايفاك دلوقتي تعمل لهم حتى باي وقول لهم اسمك ايه؟ يلا يلا اسمك ايه؟ قول لكل الناس اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه شنودة؟ قول لكل الناس. قول الدكتور شنودة اسمك ايه؟ شنودة اسمك ايه؟ علي صوتك. علي صوتك. قول اسمك ايه؟ الدكتور شنودة فاروق فوزي بورز غبريال اغلى جراح. خد لقب دكتور بقى، استاذ دكتور. دكتور شنودة. يا دكتور شنودة في حد مش هيقول لك صوتك بيبقى عادي. في حد مش هيقول لك بعيد اهو. علي صوتك. انا تعبتكم مجهود تقيل يعني انتوا عملتوا عمل جبار. انا بشكرك يا ابو شنودة ان انت قدرتي تصبري وكنت متمسكه وعندك ايمان. بشكرك يا ابو شنودة كمان ان انت برضو قدرت تتحمل الوقت الصعب. ربنا يبارك في شنودة، ربنا يبارك في حضراتكم وتكونوا يعني حاجه جميله للوطن. مش هنتكلم بس للكنيسه بس، هنتكلم للوطن طبعا طبعا طبعا. يعني انا بشكر معالي المستشار نجيب جبرائيل محامي الطفل شنودة ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، بشكر معالي المستشار كرم غبريال محامي بالنقد ومحامي الطفل شنودة، بشكر زميلي وصديقي الاستاذ نادر شكري الصحفي والناشط النشيط بالملف القبطي ابطال القصه، بشكر مش هقول اسامي بقى هقول ابو شنودة، اذكر ابو شنودة اللي دايما فرحان بالاسم، اشكر ابو شنودة واشكر البطل الصغير ده اللي خلى مصر كلها النهارده واقفه على رجل. تحيا مصر. اشكرك يا تحيا مصر. تحيا مصر. وانا بقول حاجه يا ان شاء الله فعلا. في كتاب طلب من عندنا يتضمن بقى انفراد يا معلم المستشار ده، يعني انفراد يكون عندكم ان شاء الله. ان شاء الله هتلاقي اول اربع اول اربع اول خمس مكتوب فيه اسمي مكتوب طبعا. نشكر كل من شارك وكل من يعني تعب معانا يعني. تحيا أعزائي المشاهدين، يعني كان نفسي نقعد أكتر من كده، نفسي نتكلم كتير عن حكاية عمرها أربع سنين ولسه مكملين، بس الكلام كان هو كلام صعب، ولكن الحمد لله الكابوس انتهى. إحنا حلقتنا النهاردة كانت فرح عشان خاطر عودة الطفل شنودة، وكمان مش عايزين الموضوع ده يكون مأساة لحد في يوم من الأيام. خليني أقول بنبرة فيها حزن شوية، ربنا ما يكتب على حد. يا رب. ربنا ما يكتب على حد يفقد دناه. أنا النهاردة شفت موقف مؤثر جداً وأنا في التضامن، وحاولت أعمل نفسي متماسك بس ما عرفتش. لحظة وصول شنودة لأمه قدرت أعمل كنترول لروحي ودموعي ما نزلتش،
لكن دموعي نزلت لما شفت البنات والسيدات بينهاروا. مهما صورت ليكوا الإحساس ده هو إحساس مر. ربنا ما يكتب على حد يفقد ضناه، ربنا ما يكتب على حد ظلم. خلي بالكوا الكلمة اللي بتطلع من بق حد ممكن ما يكونش فيه وقت ترجع تاني. لما حد بيسيء لسمعة حد، لما حد بيقول كلمة بالغلط ممكن توجع. أنا بتكلم عن الفرح النهاردة. كل واحد ياخد باله. ليه رجاء عند حضراتكم؟ كل شخص عنده حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، زي ما كانت إيدك بتقدر تشير الخبر المؤلم أو التشنيع أو هذا العبث. أنا بطلب منك تغير الحالة النهاردة لحالة فرح، عودة الطفل شنودة. أنا بطلب من حضرتك النهاردة تكتب عظيمة يا مصر. لازم كلنا نفتخر بالدور اللي قامت بيه دولتنا الغالية وفخامة الرئيس. لازم كلنا النهاردة نعيش حالة حب. طفل بيرجع لأهله. كان نفسي أتكلم أكتر من كده بس خايف دموعي تسبقني، ولكن النهاردة بنفرح. سامحوني لو كنت أثقلت عليكم، ولكن أنا مش قادر أنسى. لازم نشكر فخامة الرئيس، لازم نتكلم عن صلوات أبينا البابا تودرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوسية، دور فضيلة الإمام، دور كمان دار الإفتاء، بتكلم عن رجال القضاء، بتكلم عن دور كل الأجهزة المعنية، بتكلم كمان امبارح يمكن انفعلت شوية عن وزارة التضامن، ولكن النهاردة بصراحة إحنا كنا موجودين طول النهار وقاموا بالواجب والزيادة لحد ما الطفل شودة رجع لأهله. مش عايز أنسى حد، ولكن حالة من الحب والفرح. نفسي أقول كلام كتير، نفسي أقول للناس كلها تفرح، مفيش حزن بعد النهاردة، والقضية دي اتقفلت بالحلو وبالمر. هنفتكر بس إن الطفل شنودة رجع لأمه وأبوه. لسه مكملين مع حضراتكم، مش بس شنودة هو عنده 5 سنين، لسه مكملين معاه كل عمر كله لما شنودة كمان يخش الجامعة ويكون أحسن دكتور زي ما هو قال وباباه ومامته قالوا. لسه مكملين معاه كل يوم كله فرح بعودة الطفل شنودة. آسف لو أثقلت عليكم، يا رب الفرح دايما يكون موجود عند كل المصريين. أشوفكم على خير. تحيا مصر من جوه القلب فعلا. تحيا مصر وعاش الريس حصن منيع للمصريين. الحمد لله. البرنامج خلص؟ ايوه البرنامج.